تكون واحد الثقافه ديال التسامح في استعمال الطريق. راه كلكم غادي توصلوا، ولكن ما يكونش تنافس. التنافس يكون في القرايه، يكون في الاعمال الجيده، يكون في اعطاء صوره طيبه على المؤسسه اللي كتنتميو لها. انا معاك في هذا الشيء، ولكن باش تكون اللي سبق الطريق ماشي هذا هو الاوبجيكتيف اللي حنا على قبلو هنا. اذا يكون ثقافه التسامح في استعمال الطريق. بغيتي تدوز انت الاول؟ دوز ليا هاني، ماشي مشكل، انا نمشي للمورا. ثلاثه باش نطفيو ذاك الطابع التلقائي في التفاعل مع الطريق. متفقين؟ يلا الله يرضى عليك. بالنسبة للمرة الرجلين ما لاحظت بأنه ما تمش استعماله بالنسبة للفوج الأول. واحد واحد